السلام عليكم. أتوقع أغلبكم يعرف سلسلة أنيموشا ولعبها على أيامها، لكن هل مرة سألت نفسك من وين بدت فكرة لعبة أنيموشا؟ وليش هالسلسلة انتهت إذا كانت ناجحة؟ وهل بنشوف عودة جديدة للسلسلة بعد الريماستر اللي بينزل؟ في هذا الفيديو بنلخص تاريخ سلسلة أنيموشا بشكل مختصر ومفيد. والحين بدون مقدمات طويلة خلونا نبلش. أنيموشا هي لعبة أكشن مغامرات من تطوير ونشر كابكوم من إنتاج كيجي إنافوني. تعتبر هاللعبة ثامن أفضل عنوان مبيعاً بتاريخ شركة كابكوم. وشيء محزن أن هاللعبة نزل أول جزء لها في 2001 وآخر جزء رئيسي كان ب 2006. يعني حرفياً اللعبة بدأت مع بداية جيل بلاي ستيشن 2 وانتهت مع نهاية الجيل، ولا شفع لها مبيعات الأجزاء السابقة. كسلسلة نعم هي ناجحة على مستوى النقاد وقدرت تترك بصمة في عالم الفيديو جيمز، لكن كمبيعات ما كانت كافية عشان تستمر السلسلة. عموما فكرة اللعبة انها تتكلم عن تاريخ اليابان القديم لكن بطريقة مختلفة وخيالية. اما طريقة اللعب بما انها كان وقتها اكثر لعبة مشهورة وناجحة عند كابكوم هي سلسلة Resident Evil، قرروا انهم يستخدمون نفس المحرك. مع ان اللعبة اكشن مغامرات وما فيها رعب لكنها اقتبست امور كثيرة من Resident Evil مثل الغاز والتحكم والكاميرا الثابتة، وهذا مو شيء غريب لان اساسا اللعبة بدأت التطوير على اساس انها جزء جانبي لسلسلة Resident Evil، والشيء راح نجي نتكلم عنه بعد شوي بالتفصيل. لكن النسخة النهائية كانت مختلفة جدا عن ما كانت عليه. هنا انت تتحكم ساموراي من سلالة الأوني ويقدر يستعمل السحر، وركزت اللعبة على الأكشن أكثر. وهنا راح تستعمل السيف فقط، لكن لكل سيف بيكون له عنصر مختلف. ومع تقدمك باللعبة راح تقدر تطور الأسلحة، وبمجرد ما تزيدهم راح يزيد الضرر عندك. وبنفس الوقت هي أماكن مسكرة ما تفتح إلا من تطور أسلحتك إلى مستوى معين، لأن طريقة اللعب صار مثل ألعاب Resident Evil القديمة. مثل ما ذكرنا بالبداية اسم اللعبة هو أنيموشا ومعناها حرفيا محارب الأوني، وكلمة أوني المقصد منها نوع من أنواع اليوكاي. وعشان نفهم الاسم أكثر، بالياباني يطلقون على الشيطان اسم اليوكاي، وشكله يكون مثل الأوغر ولها قرون. أما بالنسبة للأوني هو نوع من أنواع اليوكاي، وهو كان أسطوري موجود عند اليابانيين. طبعا هل كان هذا مصج؟ لكن بعض اليابانيين يظنون أنه موجود، وكان في بعض القرى في اليابان تسوي مراسم عشان تطرد الأرواح الشريرة مع بداية كل فصل ربيع، وكانوا يغنون ويرددون بعض الكلام بشكل متكرر، وطول ما هم يتمشون يرمون بالأرض حبوب الصويا عشان يطردون هذه الأرواح. اللعبة فعليا بدأت تطويرها في عام 1997، وفي اشاعات طلعت ان اللعبة كان المفروض تنزل حق جهاز النينتندو 64، لكن كيجي إنافوني طلع بمقابلة ونفى هالشيء وصرح ان اللعبة كان المفروض تنزل على جهاز بلاي ستيشن 1، وكان المشروع مكتمل بنسبة 50%، لكن مطورين اللعبة قرروا انهم يوقفون الشغل ويبدؤون من جديد على جهاز بلاي ستيشن 2، والسبب على حسب كلام المطورين انهم كانوا يبحثون على الجهاز الافضل عشان ينزلون لعبتهم عليه. ولما سمعوا عن جهاز بلاي ستيشن 2 تحمسوا وايد وقرروا انهم ينزلون لعبتهم القادمة على جهاز بلاي ستيشن 2 بنفس محرك Resident Evil. في البداية ذكرت ان اللعبة بدأت كمشروع لعبة جانبية لعنوان Resident Evil، وانا بشرح لكم اللي صار بالتفصيل. المطورين كانوا يبون يصنعون لعبة نينجا بعالم Resident Evil بعصر السينجوكو، واحداث اللعبة تدور في قصر ضخم مليان بالفخوخ والالغاز، وبطل اللعبة يكون نينجا يقدر يستعمل السحر وسيف كاتانا، تقريبا نفس فكرة النسخة النهائية من اللعبة. لكن الشيء اللي يختلف هنا انه بدل ما نشوف البطل نينجا تغير وصار ساموراي، وسبب اختيارهم حق السحر كان في ذاك الوقت ان الغرب يحبون السحر والنينجتسو، وشافوا ان هذا الشيء ممكن يخدم اللعبة كمبيعات ويجذب الجمهور الغربي. اما عن سبب اختيارهم حق حقبة السينجوكو لانها اكثر حقبة مشهورة في اليابان، وكانوا يشوفون انها بتكون خلفية حلوة حق لعبتهم، وسبب اختيارهم حق نوبوناغا لانها اكثر شخصية مشهورة في اليابان. اللي خلص النسخة الأصلية من أنيموشا الجزء الأول ولعبها على أيامها أكيد يتذكر العرض، وللي ما يتذكر هالعرض يطلع أول ما تخلص الجزء الأول من سلسلة أنيموشا، وهو استعراض الجزء الثاني، وكانت صدمة بصراحة وشعور جميل بنفس الوقت إنه يتم إعلان الجزء الثاني للسلسلة وتشوف لها عرض تشويقي بمجرد ما أنك تنهي اللعبة وتشوف كريدت. طبعا هذا دليل على أن اللعبة اشتروها عليها من زمان، والسبب أن أنيموشا الثاني بدأ عملية التطوير بنفس فترة تطوير الجزء الأول، لكن فريق التطوير مختلف. واللي لعب الجزء الاول والثاني راح يحس بالفرق، حتى ان القصه تقدم معها بطل جديد اسمه جوبي. لكن هذا ما يمنع ان اللعبه كانت متطوره على الجزء السابق بامور كثيره، طبعا لان اللعبه نزلت بعد سنه من الجزء الاول، ضافوا امور كثيره على اللعبه وحافظوا على الاساس. الالغاز هي الالغاز نفسها اللي تعودنا عليها من الجزء السابق. الصناديق عشان تفتحها لازم تحل الالغاز، الابواب مقفله لازم تبحث عن مفاتيح عشان تفتحها، وبعض الاماكن اللي صايره على شكل فخ لازم تحلها عشان تعديها مع اكشن زياده وقتال زعماء اكثر
وعناصر ار بي جي ضافوها على اللعبه. والشيء الاخير اللي بذكره، ضافوا على اللعبه 5 ابطال بيكون لهم دور رئيسي باللعبه. هاللعبه جابت افكار جديده كافيه انها تحمل رغبه 2 بعد اسم انيموشا، لكن كمبيعات ما كانت جيده كفايه وترضي طموح كابكوم. أما الجزء الثالث أعلنت عنه كابكوم أول مرة في 2003، ويعتبر الجزء الأخير حق الثلاثية. ومن المشاكل اللي بدأت تظهر على الجزء الثاني إنه ما باع عدل بالغرب، فقررت كابكوم أنها تغير شوي باللعبة وتخليها موجهة للغرب أكثر. وأول اقتراح طرى على بال أحد الأعضاء بفريق التطوير إن اللعبة تكون بنيويورك، لكن شافوا نيويورك ما تصلح لأنها فكرة صارت مستهلكة، وأن أغلب الألعاب تدور أحداثها بنيويورك. وبعدها قرروا أن اللعبة تدور أحداثها في باريس، وشافوا أن مبيعات اللعبة سيئة في أوروبا وبالتحديد في فرنسا، وشافوا أنها فرصة عشان تجذب اللاعبين الأوروبيين للعبة وتبيع أكثر. وبما أن أحداث اللعبة الأصلية تدور في عصر سينغوكو، فكروا أنهم يضيفون فكرة التنقل بالزمن ودمج الحضارة اليابانية القديمة مع الفرنسية الحديثة. والنتيجة كانت أن اللعبة حققت نجاح على مستوى المبيعات أفضل بوايد من الجزء الثاني. اما على المستوى التقني فاللعبه كانت متطوره جدا، الجرافكس تحسن بشكل ملحوظ، وممكن اول شيء بتلاحظ ان الباك جراوند تحسن عن قبل وصار بالكامل 3D عكس اول جزئين اللي كانت الخلفيه 2D. ومو بس قدروا يرفعون جوده الرسوم، قدروا بعد يزيدون عدد الاعداء والاشخاص في الوقت الواحد بطريقه ذكيه. الطريقه كانت ان اي عدو يكون بعيد عنك تقل جوده الرسوم والتفاصيل عليها، واي شيء قريب منك يظهر بجوده افضل. وبهالطريقه قدروا ان يقدمون لعبه على ايام بلاي ستيشن 2 ب60 فريم ثابت. ولليوم المطورين يستعملون طرق مشابهة ومطورة عشان يقدمون ألعابهم بفريمات ثابتة. أما على مستوى الجيم بلاي، الأساس هو نفسه، الغاز متنوعة، وأشوف أن هالجزء الأفضل على مستوى الغاز. أما على مستوى الجيم بلاي كذلك تحسن، والحين تقدر تلعب بشخصيتين بدل شخصية واحدة، واللي هما سامونوسكا بالمستقبل في فرنسا والشخصية الثانية جاك بالماضي في اليابان. وكان لكل شخص طريقة لعب مختلفة عن الثاني إلا أن الأساس واحد، فمثلا كان سامونوسكا يستعمل السيف بينما الشخصية الثانية كانت تستعمل الصوت. واخر شيء عندنا انيموشا دون اوف دريمز. هاللعبه اللي نقدر نقول انها واحده من افضل اجزاء السلسله، لكن للاسف انها انظلمت على مستوى المبيعات وحققت سمعه ممتازه على مستوى النقاد، ولكن بالاخير هالجزء قدم افكار جديده بعضها كان مرحب فيه وبعضها ما كان جيد. مجملا كان هالجزء ممتاز وكان لابد من التغيير بعد ثلاثيه انيموشا والاستمرار كحارس الانتقاد الرابع بذاك الوقت. لذلك قررت كابكوم انها تقدم تجربة جديدة لسلسلة انيموشا. من ابرز الامور اللي تغيرت وضايقت عشاق السلسلة ان الكاميرا الثابتة انلغت وصار بامكانك تتحكم بالكاميرا مثل ما تبي. ولما تفكر فيها كلعبة اكشن ادفنتشر طبيعي تكون الكاميرا تتحرك بشكل حر افضل، ولكن هالشيء ضايق عشاق السلسلة. اما الشيء اللي انا ضايقني ان اللعبة صارت مقسمة لعدة مراحل، وهالشيء اثر على عنصر الاستكشاف اللي كانت تقدمه ثلاثية اللعبة. وهني أنا أفهم ليش عشاق السلسلة زعلانين، لكن باقي الأمور بقت مثل ما هي وتطورت للأفضل، وللحين الغاز موجودة وقتال الزعماء صار أمتع والقصة أفضل من قبل، والجيم بلاي بشكل عام أفضل وصار في تنويع أكثر بالأسلحة. وفوق هذا اللعبة تقدم معها أكثر من شخصية قابلة للعب وتقدر تبدل ما بينهم، وأيضا اللعبة تقدم معها طور اللعب التعاوني. عموما اللي بقول إن هالجزء قدم أمور كثيرة ممتازة للسلسلة ويستحق إنه يكون ختامية للسلسلة. على المستوى الشخصي اشوف ان هذا ثاني افضل جزء، لكن للاسف السلسله انتهت بعده، والسبب انها ما حققت مبيعات كافيه. ماسكا ماكوسيكي كيدو ساسيتا كا ساسغا تنكاي دو. وهذا كان ملخص سلسله انيموشا. بمناسبه قدوم الريماستر غريبا حبينا نعطيكم ملخص سريع عن تاريخ السلسله. اتمنى ان استفدتم من الموضوع، ولكن قبل ما اختم احب اذكر ان الريماستر بيكون متوفر بتاريخ 15 يناير 2019 بسعر 20 دولار. إن شاء الله ما ننزل الريماستر نعطيكم انطباعاتنا عنه أول ما ينزل. في الختام إذا عجبكم المقطع لا تنسون النشر والشير واللايك والاشتراك بالقناة. كان معاكم خالد خضر، سلام عليكم.